ودع اليمنيون عام 2023 دون تحقيق أي اختراق لحالة لا هدنة ولا حرب التي يعيشونها منذ توقيع الهدنة الأولى في أبريل نيسان العام 2022، عام معتم طوى صفحته من أعمار اليمنيين، ولم تزل الطرقات الحيوية الرابطة بين أغلب المدن اليمنية أشبه بمعابر مغلقة، ومرتبات الموظفين مقطوعة، بل صارت ورقة للمساومة بين المتفاوضين في ظل انقسام اقتصادي كبير. اليمنيون وهم يتطلعون لاستقبال العام الجديد يأملون بتحقيق جملة من الأمنيات المتواضعة، وفي مقدمتها فتح الطرقات ومعالجة الوضع الاقتصادي. أمنيتي أنه تفتح الطرقات ونستطيع أن احنا نواصل أهلنا وأقاربنا في المناطق الأخرى، مناطق الحوثيين. أتمنى أنه يكون في سلام مرتقب، أو أقل شيء حتى الصلح، أقل شيء حتى للممرات، حتى يعني الحاجات الأساسية، أقل شيء زيارة الأهل. يعني لنا بعض الأهل من سنوات. أتمنى أنه يتم تقديم تنازلات لكي إنهاء الانقسام الدائر بالجانب الاقتصادي، بالجانب العملة، بجانب الآن حتى أصبح الشرخ موجود حتى بجانب البطاقة الشخصية، لدرجة أنه الآن في بطاقة شخصية بصنعاء وفي بطاقة شخصية بالحكومة الشرعية بعدين. وعد جديد ينتظره اليمنيون مع دخول العام 2024، يتمثل بتوقيع الأطراف على خارطة طريق تنهي سنوات الدم والبارود، عنوانها هدنة طويلة، وصرف المرتبات وفتح الطرقات وتشغيل المطارات والموانئ الحيوية، تمهيدا لانخراط الأطراف في مفاوضات الحل النهائي حول شكل الدولة وبناء المؤسسات. مع ذلك يشكك يمنيون بنوايا بعض الأطراف المتحاربة اتجاه السلام وبمنافعها التي لا تنضب. لا أتوقع أنه يحدث عملية سلام، لأن هنالك أطراف تعمل على شروط تعجيزية، هذه الشروط قد تكون غير صالحة للطرف الآخر. مع أواخر العام الماضي كانت قوى إقليمية ودولية دفعت بوعد السلام في اليمن إلى الواجهة دون معرفة مصير هذا الوعد حتى اللحظة. يستقبل اليمنيون سنوات ويودعون أخرى بأمنيات ترحل دون تغيير، إلا من زيادة تسلسل سنوات أخرى في حسابات الزمن. مع ذلك يتطلع يمنيون مطلع العام الجديد لتحقيق بعض الخطوات، وفي مقدمتها تراجع مشاريع المتحاربين التي تتربص بوعود السلام. من مدينة تعز اليمنية، معاذ منصر، اليوم.